السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من Azure Enterprise Governance. احنا قلنا يا شباب في بداية الكورس أو في المقدمة التعريفية إن احنا الكورس ده موجهينه لفئة معينة من الناس. احنا كان غرضنا إنه الناس ديت اوريدي شغالة كلاود، اوريدي شغالة في شركات، وشركات مش صغيرة، شركات فوق المتوسطة أو الكبيرة أو حتى الانتربرايز كومباني، واوريدي الشركات دي طالعه كلاود، فبالتالي ممكن يطلب مني سيناريو او يعني يظهر قدامي وانا شغال كده سيناريو، او يطلب مني تاسك هي ملهاش شرح او هتتعب حضرتك في ان انت تلقى شرح ليها. علشان كده كان مفترض ان احنا نتكلم النهارده في سيكشن جديد بعد ما اتكلمنا على السبسكريبشن مانجمنت، وبعد ما اتكلمنا ازاي ندير اكتر من سبسكريبشن، وازاي نكرر البوليسي عن طريق البلو برينت، ازاي نكرر او ناخد نسخه كربون من البوليسي والرولز اللي موجوده على سبسكريبشن رقم واحد اكررها في اثنين وثلاثه وات ايفر. واتكلمنا كمان على المانجمنت جروب وازاي اني اقدر ادير اكتر من سبسكريبشن، ازاي كمان انقل صلاحياتي من او نقل الصلاحيات من يوزر ليوزر تاني، او عمليه الاداره دي تتنقل مني انا لحد تاني او جهه ما. كل ده احنا استعرضناه مع بعض لنفس السبب، لان احنا الكورس ده مش لاي حد يا شباب، الكورس ده لناس فاهمه، الكورس ده لناس شغاله اوريدي كلاود او حابه يعني بتتطلع ان هي تشتغل في شركات كبيره. لذلك انا بعتذر جدا في البدايه عن انه في ناس طلبت الكورس وانا رفضت، لانه يعني حضرتك هتدفع في حاجه مش هتفيدك، لانه انت لسه في بيزكس وفي سيرتيفيكت لازم تاخدها الاول علشان تفهم بس المواضيع. فبعتذر مقدما، و يعني بنقول انه بنأكد انه المواضيع ديت ممكن تكون يعني محتاجه شويه شغل بالايد كتير، ومحتاجه فعليا يكون عندك سبسكريبشن من نوع بريميوم، او بتخطط حضرتك ان انت يبقى عندك سبسكريبشن من نوع بريميوم. كان من يومين يعني كان في مناقشه بيني وبين احد رواد المجال بتاعنا الحقيقه، واللي انا شخصيا بستفيد منه كتير جدا، فكنا بنتناقش في كيس معينه كده، فحبينا ان احنا ننقل الخبرات، يعني نستفيد من خبرات بعض، مش حد احسن من حد يا شباب، الكلام ده احنا دايما بناكد عليه. فحبينا ان احنا ننقل الخبرات فيما بيننا ونحاول نستعرض الموضوع ده. علشان نفهم الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه لازم نقول العلاقة او نفهم العلاقة بين الاجر اكتر تريتري وبين الاجر سبسكريبشن. العلاقة دي شكلها ازاي؟ الحقيقة العلاقة ديت ليها شكلين اتنين مفيش غيرها، اما ان يكون علاقة 1 تو 1 بين الـ Azure Active Directory وبين الـ Subscription من نوع 1 to 1. يعني إيه 1 to 1؟ يعني عندك Active Directory واحد وعندك Subscription واحدة، خلاص ده أول شكل. أو تكون من نوع الـ 1 to many، عندك Active Directory واحد وعندك أكتر من Subscription. طيب هل ينفع العكس؟ يعني هل ينفع اقول انه many to one؟ ينفع كده اني اقول، لو غيرنا كده شكل القلم عشان نفهم، ان العلاقه ديت ممكن تكون many to one، بمعنى يكون عندي اكتر من active directory على subscription واحده؟ الحقيقه لا، قولا واحدا ما ينفعش. يبقى كده قلنا انه التراست اللي بتنشا او الريليشن شيب اللي بين الاجر اكتف دايركتري وبين الاجر سبسكريبشن هي شكلين، اما 1 تو 1 او 1 تو ميني. ما ينفعش باي حال من الاحوال انه تبقى شكلها ميني تو 1. خلاص تمام، نيجي بقى لموضوعنا النهارده. لو انا عندي سبسكريبشن فبالتالي هيكون عندي اكتف دايركتري اوريدي، لانه خلاص بتاخد اي سبسكريبشن من اي نوع، سواء فري student بي اي جو انتربرايز سبسكريبشن لو انت رايح طبعا بارتنر ما، فبالتالي انت هيبقى عندك
باي ديفولت اكتف دايركتري. طيب الاكتف دايركتري ده لما بتبدا تشتغل عليه، تشتغل عليه يعني ايه؟ هو جواه ايه اصلا؟ جواه اوبجكت، يوزر، ديفايس، وابلكيشن. الكلام ده مكرر واحنا خلاص عرفنا. تمام. طيب الاوبجكت ديت بتتخزن في ايه؟ قال لي انه عندي حاجه اسمها تيننت، صح كده؟ من مكونات الاكت دايركتري حاجه اسمها تيننت. ايه حكايته ده؟ علشان نفهم يعني ايه التيننت يا شباب، هنقول انه حضرتك لما بتعمل سبسكريبشن، بتكرييت سبسكريبشن عند مايكروسوفت، مايكروسوفت بتروح مديالك قطعه ارض كده وبتسميها لك تنت. خلاص، قطعه الارض ديت بتبني عليها وحده سكنيه وبتبدا تسكن اليوزرات جوه الوحده السكنيه بتاعتك ديت. خلاص تمام كده. اليوزرات لما بيسكنوا، بيسكنوا بايه؟ في الحياة العامة أنا لما بروح أسكن في مكان فباخد أشيائي معايا، الأثاث، الأجهزة، و فبالتالي اليوزر لما بيروح، بيروح بالهوية بتاعته، اليوزر نيم والباسورد، وبجهازه كمان بيروح، وبالأبليكيشن اللي هو طالع بيه، أو الاي دي الخاص بالأبليكيشن ده اللي ليه صلاحيات عليه. خلاص تخيلنا الموضوع ماشي ازاي؟ حلو قوي. طيب قطعة الأرض ديت ينفع أبني عليها أكتر من وحدة سكنية؟ يعني مايكروسوفت قلنا بتديني قطعة أرض ببني عليها وحدة سكنية ببدأ أسكن فيها الناس، الأوبجكت، مش يعني مش شرط يوزر يعني. تمام. طب هل ينفع بدل ما أبني وحدة واحدة أبني وحدتين جوه نفس التننت؟ هنا يجي اللبس، هنا يجي اللبس. ليه؟ لانه لو انا عندي وحدتين هيبقى عندي تو تننت، هيبقى عندي تو تننت. خلاص، يعني بدل ما هيبقى عندي التننت رقم واحد وحبيت ابني وحده تانيه فهينتج عندي تننت رقم اتنين. خلاص تمام كده. تمام. السؤال هنا بقى، هل الناس اللي سكنوا هنا يقدروا بنفس الاي دي او الهويه اللي جايين منها من تيننت رقم واحد يدخلوا على تيننت رقم اثنين؟ تمام. على اعتبار انه سواء تيننت رقم واحد او اثنين او ثلاثه او هو في النهايه على نفس الاكتف دايركتري اللي في النهايه على نفس السبسكريبشن في نفس المكان اهو، تحت نفس المظله وتحت نفس الاشتراك. هل اليوزر اللي اسمه يوزر اد تيننت 1 ينفع يدخل عند تيننت 2 يخبط يقول له لو سمحت دخلني، فيقول له انت مين؟ يقول له انا يوزر اد تيننت 1، فيروح فاتح له؟ تعالوا بقى نشوف الكلام ده فعليا. لو رحنا كده على السبسكريبشن بتاعتنا هلاقي انه ادي الاكتف دايركتري بتاعنا. تمام. علشان اشوف شكل التيننت، قطعه الارض اللي انا واخدها ومسكن فيها الناس، انا بروح اعمل ايه؟ اقف على مانج تيننت. فلما بمانج التيننت بتاعتي ببدا ابني وسكن، هيقول لي انت عندك 3 تيننت، 3 تيننت. ادي اول واحد وده نوعه بي تو سي، وادي التيننت رقم 2 اللي احنا اوريدي شغالين عليه واللي داخلين من خلاله، وادي التيننت رقم 3. اسال نفسك او قد تسال نفسك، هو ليه الاسماء هنا مختلفه؟ واحد اسمه forstorage.onmicrosoft.com والتاني اسمه علاء365.com على طول، والتالت اسمه azureforarab.onmicrosoft.com. يبقى هنا في تسميتين مختلفتين.
هنفكر برضو بعضنا انه اول ما حضرتك بتاخد الاكتف دايركتري او قطعه الارض بتاعتك مايكروسوفت بتسميها لك باسم تابع ليها، وبيبقى الاسم ده من اختيارك انت، يور نيم يعني، اد اون مايكروسوفت. وعلشان كنا نتغلب على المشكلة دي كنا بنعمل كاستم دومين عملناه في كورس الاكتف دايركتري، وبالكاستم دومين دي كنت بلغي ارتباطي بالنيم اللي اسمه onmicrosoft.com وبحط النيم بتاعي انا بتاع الكمباني اللي انا جاي منها، بتاع الكيان اللي انا جاي بيه. خلاص تمام كده. يبقى كده أول سؤال جاوبنا عليه، الأسماء ليه مختلفة علشان ده معمول له كاستم دومين نيم. حلوة. طيب بما إني بقى عندي أكتر من تننت، واحد واثنين وثلاثة زي ما احنا شايفين، هو عملية التنقل، عملية اللوجين بتتم ما بينهم إزاي؟ تعالوا الأول نشوف شكل اليوزر إيه. فلو رحنا كده للأكتف دايركتري بتاعنا ورحنا استعرضنا اليوزر اللي عندي، هلاقي القائمة بتاع اليوزرات شكلها ايه اهو. اد يوزر اسمه ايه، يبقى ياخد ايه اد اسم التنت بتاعي اللي معمول له كاستم دومين نيم، وهكذا لحد ما هلاقي هنا نيم مختلف. ليه؟ لانه جست انا بعت له دعوة. الكلام ده من المفترض ان احنا عارفينه ولكن بنفكر نفسنا بيه. حلوة. فبيجي بالشكل بتاعه، لو جاي من جيميل بياخد الشكل اللي احنا شايفينه ده، لو جاي من هوت ميل بياخد نفس الشكل بتاعه، وهكذا. لو جاي من كيان تاني بياخد نفس الشكل بتاعه، وبعد كده آد الايميل اللي حضرتك عامل السبسكريبشن بيه، وقصة كده. تمام. السؤال هنا اللي احنا سألناه ودخلين علشان نجاوب عليه، احنا سألنا سؤالين، عملية الانتقال بين التننت رقم واحد والتننت رقم اتنين بتتم ازاي؟ ببساطة شديدة جدا بنقف هنا اهو وبنقول له ايه، سويتش الدايركتري. وهنا مايكروسوفت حابة ترخم علينا، لان دايركتري كان مسمى قديم في 103 وبقى اتلغى في 104، مفيش حاجة عندي اسمها دايركتري. طيب بما ان انت مفيش لفظ عندك اسمه دايركتري في المنهج الجديد ال 104، ليه مخلياني اتوه؟ فعلشان ما انتهش شيل كلمة دايركتري دي وخليها سويتش تننت. خلاص؟ يبقى اول سؤال جاوبناها اهو، فعملية الانتقال من تننت رقم واحد لتننت رقم اتنين بقف على القايمة بقول له سويتش دايركتري، بيحولني على التننت قطعة الأرض التانية أو الوحدة السكنية التانية، وبيقول لي اتفضل لو أنا لي عملية دخول أو عملية سماح للدخول على التننت التاني. طيب السؤال التاني بقى، هل لو في يوزر جاي كده، اليوزر ده مثلا اللي اسمه aad365.com يروح يدخل على التننت التاني ده، هو جاي منين؟ جاي من التننت اللي اسمه علاء 365.com. طيب هل ينفع بنفس اليوزر نيم والباسورد يقول له لو سمحت يا اجر فور عرب دخلني؟ اول خطوه هنروح نعمل كاستم للدومين ده. منين؟ هطلع على الدايركتري الرئيسي بتاعي وهنزل كده، هلاقي حاجه اسمها كاستم دومين نيم، فهلاقي الدومين اللي معمول له كاستم اهو فيريفايد. هقول له لو سمحت انا محتاجه كاستم دومين نيم تاني. طيب ايه الدومين نيم بتاعك؟ والله الدومين نيم اللي انا عايز اعمل له كاستم اهو، ولازم اديه له طبعا بالفول نيم بتاعه دوت نت او دوت كوم وات ايفر. وهقول له لو سمحت اد بقى الدومين بتاعي. هتبدا مايكروسوفت تدينا القيم والبيانات الخاصه بالريكورد ده، كل ما عليا ان احنا هنروح نضيفها على الدومين اللي انا شاري منه. فبالتالي هنا الدومين اللي انا شاري منه هاد
الريكورد الكلام ده احنا يعني بنكرره، ولكن يعني من باب ان احنا بنفكر بعض بس. طيب هروح على التكست او الريكورد اللي من نوع تكست وابدا ادخل نفسي القيم الخاصه او اللي جايه من جهه مايكروسوفت. هنسخ هنا الديستنيشن بوينت ادرس واحطها في قيمه الريكورد ده، والتايم تو لايف او التي تي ال هي هنا 3600 يعني ساعه زي ما مايكروسوفت طلبها مني، وهقول له سيف. هياخد مني البيانات ويقول لي زي الفل خلاص ضفت الريكورد في البروفايدر اللي انا شاري منه الدومين. فهروح على البورتال عندي واعمل عمليه فيريفاي علشان مايكروسوفت تقول لي ان حفلت. ليه بقى؟ لانه بتاخد 72 ساعه، هي طبعا ما بتاخدش الوقت ده خالص على الاطلاق، هي بتاخد عباره عن دقائق معدوده اهي زي ما احنا شايفين. مع تاني عمليه ريكوست للفيريفاي قال لي ان انت امورك زي الفل. كده عملنا الكاستم دومين وبقى عندي اكتر من دومين او دايركتري او تيننت، سميه زي ما تسميه، بس هو حرفيا اسمه دومين معمول له كاستم. ادي علاء 365.com فيريفايد، وادي ازور فور عرب دوت نت فيريفايد. السؤال هنا بقى، لو يوزر جاي من هنا يقدر يدخل هنا؟ لو يوزر اسمه يوزر ات علاء 365.com جاي من جهة الدايركتري ده او الدومين ده او التننت ده، يقدر يلوجن بنفس الاي دي بتاعته على ده؟ الاجابه طبعا لا. طيب في ناس هتقول لي طيب ما احنا ممكن نستخدم نفس الطريقه اللي استخدمناها لما طلعت لنا المشكله في كورس الاكت دايركتري اللي احنا اتكلمنا فيه عن ازاي اطلع بدومين اسمه دوت لوكال، اطلع بكلاود فهيبقى فوق شكل اليوزر نيم طالع دوت لوكال، بينما فوق ما فيش حاجه اسمها دوت لوكال، في حاجه اسمها دوت كوم دوت نت دوت اون مايكروسوفت، ما عنديش مشكله. فاحنا كنا بنحل المشكله دي ازاي؟ بنلعب في اليو بي ان، صح؟ مش احنا عملناها مع بعض؟ فاحنا ممكن نعمل كده في اليوزر. هقول لك هو ممكن بس مش هتديك نفس النتيجه. هو ممكن فعليا تروح لليوزرات، خلينا مع بعض كده نروح لليوزر اللي جاي من علاء 365 كده ستارت اليوزر، هلاقي بقى اليوزرات الخاصين بالتننت ده. خلينا مثلا نقول انه اليوزر مثلا اللي اسمه مونا، ده هي اختنا ديت اليو بي ان الخاص بيها منى ات علاء 365.com. فلو رحنا كده عملنا ايديت هقول له ايه؟ لا، اليوزر برنسبل نيم هيبقى ات اجر فور عرب دوت نت. هيقبله؟ اه هيقبله، ما عندوش مشكله، هو ده دومين عنده ده دومين عنده، ما عندوش مشكله. واليوزر كمان يقدر يدخل على التننت الثاني بس بالديسبلي نيم، انت كده غيرت الديسبلي نيم بس. يعني لما يعمل لوجن احنا مش هنعملها عملي، انا حابب ان انتوا تعملوها عملي علشان تشوفوا النتيجه، يعني كل واحد فيكم على البورتال يعملها. هتلاقي ان هو اوكي دخل لك فعلا، يعني لو قلت له مونا ات اجر فور عرب دوت نت هيفتح، واديت له الباسورد اللي جاي بيها من علاء 365 هيفتح، ولكن هيفتح على برضه علاء 365 دوت كوم. هو ما عملكش حاجه، هو دخلك اي نعم ولكن بديسبلي نيم مختلف بس، كل الحكايه. طيب المشكله بقى هنا نحلها ازاي؟ يعني هنتخيل بقى ان في شركه قائمة اسمها شركة A أو Company A. الشركة دي مثلا اتباعت لشركة تانية أو شركة استحوذت عليها، فالشركة التانية ديت ليها دومين مختلف غير الشركة الأولى. خلاص هنتخيل مع بعض عشان نوضح بس السيناريو اللي احنا هنشتغل عليه إن شاء الله، احتمال كبير نشتغل عليه
في الكورس ده انه على 365 دوت كوم وعندي اجر فور عرب دوت نت. هنا في زرار واوبجكت وديفايس وحاجات حلوه، فبالتالي جت الشركه دي قالت هشتري الشركه دي، اشتريت. فهي حابه تعمل ايه؟ حابه يكون شكل اليوزر يوزر ات ازور فور عرب بقى. خلاص انا اشتريت على 365 دوت كوم ديت وخلاص لغيتها بقى، حطيت بقى اللوجو بتاعي واجهزتي والابلكيشن واليوزرات هيبقى ياخدوا نفس اليوزر نيم اليو بي ان عفوا اليوزر برنسبل نيم بتاعي. خلاص تمام. الحل بقى فين؟ الحل ان حضرتك هتكسبورت، طبعا الكلام ده بالباور شيل سي ام دي، هنكسبورت من هنا الاوبجكت ونامبورت هنا. خلاص، لان احنا هنتخيل ان انت عندك في الجزء ده مثلا 500 يوزر. خلاص، وعندك بقى ديفايس وعندك ابلكيشن و فعلشان نعمل عمليه الاستحواذ ديت تتم من شركه لشركه، او الشراء والبيع يتم من شركه لشركه، فهنعمل اكسبورت وامبورت. طيب سؤال، الصلاحيات اللي كان اليوزر جاي بيها هنا، مش عندي يوزر واخد رول اسمه ادمن، ويوزر واخد رول اسمه كونتريبيوتر، ويوزر واخد رول مش عارف اسمه تكنيكال سبورت مش عارف ايه، هل بقى عملية الامبورت والاكسبورت دي هتصدر معاها الصلاحيات؟ هخلي الاجابة على السؤال ده في الفيديو اللي جاي، واتمنى يكون حضرتك او حضراتكم عملتوا سيرش على الجزئية ديت، علشان لما استعرضها مع بعض في الفيديو اللي جاي يبقى الموضوع بالنسبة لنا مفهوم الى حد ما. آسف جدا على الإطالة، ولكن الموضوع كان يستلزم مننا ان احنا نطول شوية. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.